مسجد الرحمن المتمركز وسط مدينة شرشال والمتربع على أحسن ساحاتها، معلم يحمل في تقاسيم تشييده حكاية قوافل كبرى للعابرين عبر تاريخ حافل من الحضارات التي تعاقبت على المكان. قبلة المسجد توجد ساحة تزينها أشجار من نوع خاص، تقول الروايات أنها مجلوبة من الأندلس يوم اشتد الخناق على المسلمين هناك، فحملوا الطبيعة وهم فارون إلى شمال إفريقيا وأعادوا إنتاجها في مدينة شرشال حتى تذكرهم بالمكان، المكان الذي لم تدم عذريته طويلاً حتى تنبه له المعمرون الفرنسيون فوضعوا به كنيسة أبت ثقافة المكان إلا أن يكون شكلها عاكساً لعتاقة التاريخ. نحن موجودين اليوم في مسجد الرحمن، سابقاً كنيسة. بعد قدوم المعمرون إلى شرشال في 1948 كانت مقاومة من طرف سكان المدينة وبني مناصر، لما وصلوا شرشال فكروا طبعاً باش يبنيوا كنيسة، باش يبنيوا مدرسة، باش يبنيوا بلدية، الأمور اللي يستعملوها دائماً. إذن فكروا في الكنيسة. قام الاستعمار الفرنسي بتدمير كل ما يعكس تاريخ وأصالة مدينة شرشال، إذ استخدم الفرنسيون آنذاك الحجارة والمواد التي كان يحتويها المضمار الروماني في بناء هذه الكنيسة. دخلوا لشرشال، صابوا أثار رومانية، صابوا عين قصيبة بناية عربية إسلامية، حضارة عربية إسلامية، وكان بعض الأماكن فيها تراث عثماني. إذن باش ما يشوهوش المكان، حبوا يعطيوها صورة نتاع أثر روماني، هي ماهوش ما تبناش في عهد الرومان، ولكن هما نتاو لها شكل هندسي يشبه القصور الرومانية اللي كانت في عهد الرومان. المواد البناء اللي استعملت باش بناو هذا الكنيسه هذه، هنا في جنوب مدينه شرشال كاين لو سيغ كوما، ان هيبودروم روماني، فيه الحجر كبار، لا بيغ دو تاي، مخدومه مدققه، تحفه لا باس بها. كسروا ديك السور نتاع الهيبودروم نتاع لو سيغ كوما، هذيك لا بيغ دو تاي جابوها معاهم وبنوا بها الكنيسه. قام الفرنسيون بتجهيز الكنيسة بكل المستلزمات الضرورية، مستلزمات عديدة تم جلبها من فرنسا. في 1896 كملوا البناية نتاعها، كي كملوا كاع هذه ومن بعد شافوا باللي تخص امورات اللي كاينه في كل الكنائس، هي لي فيترو، السجاج هذيك اللي فيه صور نتاع عيسى المسيح عليه السلام. اذا واش سووا؟ 1901 راحوا لفرنسا، في غرينوبل كاين فما اون فيغي سبيسياليزي يتخدم هذا السجاج هذا، خدموا لهم لي فيترو هذو 16، خاطر كاين 16 نافذه هنايا، 16 فيترو 16 فيترو خدموهم، وكل واحد هنا من سكان المدينه كل واحد خلص واحده. كي كملوا الترميم نتاعها وكملوها وكاع، في 1930 دشنوها رسميا، جا ليفيك دالجي اليبوك جاو لشرشال ودشنوها رسميا، صبحت كنيسة معترف بها رسميا. في باريس اون شابيل، لا شابيل دو لا مادلين، عندها نفس المعمار كيما تاع شرشال. واش يخصوها هنا في شرشال؟ لي كولون، الاعمده هذوك، العرس هذوك، قال لك نزيدوا الاعمده هذه وتولي تشبه لنا لا شابيل دو لا مادلين. عليها 1956 باش تفهموا البلديه وساو دي مولاج وساو لي كولون وردوها تشبه ليغليز لا شابيل دو لا مادلين تاع باريس.
لقد كانت الكنيسة التي صممها الفرنسيون ذا شكل مستطيل، به مدخل يتكئ في هندسته على 8 أعمدة تشكل الدعائم التي ترتكز عليه مقدمة السقف المثلثة، وبداخله يوجد طابق علوي ومخزن أرضي وقاعات أخرى. بعد استقلال الجزائر حولت الكنيسة إلى مسجد، وارتفع صوت المؤذن عالياً ممتداً في أفق سماء مدينة شرشال. بعد استقلال عيا المدينة قال احنا يا عنا مسجد، هذاك المسجد اللي راه كبير كان مستشفى، حولوه للاستعمار، حولوه للمستشفى، عنا مسجد صغير ما يكفيش، إذا قال احنا يا مادام كاين كنيسة راهي فارغة نحولوها إلى مسجد. بقات إشكال، ما كانش صومعة، ومادام كان تراث مصنفة وطنيا ما حبوش يشوهوها، جابوا ان ارشيتكت هو واسا دراسة باش واسا صومعة باش ما تشوهش البناية. من فماك في 63 انفتحت الدشنت وصبح إلى يومنا هذا مسجد نصليو فيه ونعبدو فيه، وكاين دراسة حفظة القرآن، كاين تلاميذ يقرأوا القرآن، كاين دروس دينية يقوم بها الأئمة وبعض الأساتذة إلى يومنا هذا. الأكيد في الأمر أن مسجد الرحمن الواقع بشرشال الأثرية الجزائرية سيظل شاهداً على أصالة المنطقة، وسيبقى قيمة تاريخية ثابتة.